مينا أحكيم رئيسة النقابة الوطنية للمبصريين بالمغرب. نتواجد اليوم هنا في الرباط لافتتاح أشغال المعرض الدولي للبصريات في الدورة السادسة ديالو. هذا المعرض اللي كيعتبر من الفريد من نوعه على المستوى الإفريقي، وهي واحد من المنصات اللي كتجمع جميع الفاعلين في القطاع البصري، من مزودين، من مبصريين نظاراتيين، جميع الذين يشتغلون في هذا القطاع. وهذه فرصة سنوية اللي كتكون تتيح لجميع الفاعلين الاطلاع على أهم المستجدات، وكذلك كتكون فرصة اللي كنفتحوا المجال في التكوين المستمر بالنسبة للمبصريين من أجل تجويد الخدمات الصحية، وكذلك فرصة أنه كنجتمعوا لتسليط الضوء على أهم المشاكل اللي كتخبط فيها المينا، واللي كنحاولوا من خلالها تعميق النقاش من أجل إيجاد حلول اللي يمكن نشتغلوا عليها، واللي يمكن تجعل أنه جميع الفاعلين يشتغلوا بجودة، واللي ممكن تجعل أنه نرقاو بهذا المينا هذه. وهذه فرصة أن نقدم الشكر الجزيل لجميع المساهمين على هذا الحدث، هذا اللي قلت أنه حدث متميز على المستوى الإفريقي. جميع الفاعلين اللي ساهموا وشاركوا، ومن هذا المنبر كنقدم لهم الشكر الجزيل، وإن شاء الله كنتمناو الاستمرارية في الأعوام القادمة. السلام عليكم، علوي عبد الرحمن أوبتيسيان من قنيطرة. جينا اليوم أوتونكو سوسيتي مشاركين في المعرض ديال النظارات لي أوبتيسيان لا فيرسيون 2024. جينا هذا العام تنحاولوا نقدموا حلول جديدة لي أوبتيسيان المبصريين باش نزيدوا بهذا القطاع للقدام ونلقاو حلول للمواطنين في ظل التهميش اللي ولا كيلقاه القطاع ديالنا في هذه الآونة الأخيرة. وكنحاولوا نهضوا بالدومين ديالنا للقدام ونزيدوا الحمد لله بالشباب، سورتو لي جون وسورتو لي زوبتيسيان الجداد اللي كيتخرجوا، والناس القدام ديالنا حتى هما ما تنساوهمش. دونك نتمنوا نكونوا عند رضا المواطنين، ونتمنوا يكون هذا المعرض عجب لي زوبتيسيان، وكنحاولوا المهم نزيدوا في لاكاليتي بان بون بري. هذا هو الشعار ديالنا في هذا لو سالون، هذا لا رابور كاليتي بري. دونك نحاولوا نكونوا عند حسن الظن وفي المستوى ديال التطلعات ديال المواطن وديال لي زوبتيسيان هذا العام ان شاء الله. الحمد لله اليوم راه الاول، ومع ذلك تنشوفوا اقبال ديال لي زوبتيسيان وتيبان لينا كلشي الحمد لله ساتيسفي. اجواء زوينه، تلاقينا وجوه جداد، تعرفنا على ناس الدومين القدام. الحمد لله هادو هما الفرص فين كنتجمعوا، كيتجمعوا لي زوبتيسيان بعضياتهم، هادو هما الفرصه صراحه اللي باش كيتلاقاو. بريزونت سي مسيو الفقير محمود، ديريكتور جينيرال دو لا سوسيتي اوبتيفاك. Donc, pour vous donner une image sur la société Optifac en partenariat avec Divellens, nous avons l'importation des verres ophtalmiques et les verres solaires, où on a lancé une usine de production des verres RX à Casablanca sur la région de Bouskoura. Donc, les produits Divellens sont avec les normes européennes de très bonne qualité, avec un meilleur rapport qualité-prix. وحنا الحمد لله كنحاولوا ديما نكونوا حاضرين في هاد لي زيفينمون اللي كيداروا ديال لو سالون اوبتيك، وديما كندعموا لي زوبتيسيان ديالنا ولي بارتنير ديالنا باش المغرب ان شاء الله يحاول يدير دي زيفينمون اللي يكونوا عندهم معايير اوروبيه، تكون دي زيفينمون اللي كبيره. والحمد لله هاد النسخه السادسه ديال هاد العام كنظن بانها غادي تلقى واحد النجاح اللي هو كبير، وقضية اللي كل شيء غادي يشهد لكم بها كاع لي زيكسبوزون. اليوم كنحضروا الافتتاح ديال المعرض السادس ديال البصريات في الرباط اللي عيدهم 4 أيام، الخميس والجمعة والسبت والأحد إن شاء الله. وحنا هنا متواجدين كنعرضوا واحد المنتوج ديال التكوين المستمر بالنسبة للمهنيين ديال البصريات اللي هما لي زوبتيسيان، اللي بغى يدير لا فورماسيون كونتيني ولا التكوين المستمر، لان دائما كاين الجديد فيما يخص التجهيزات الطبيه، العدسات، الاليات. دونك باش يكون المبصري دائما الاباج، يكون دائما في على درايه بجميع التقنيات اللي كاينه دابا باش يخدم الصحه البصريه للمواطن المغربي ان شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو
اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.